قاعدة تقول إنه أنا أسأت لي للخليج أو للسعودية. حش لله حش لله. كيف أنا أسيء دولة زوجي، دولة اليوم من الأيام وأعيدها للمرة الثانية والثالثة راح أكون أم لسعودي أو سعودية؟ كيف تبوني أنا أسيء لهالشيء؟ شلون تبوني أنا أسيء للدول الخليجي؟ لا أنا من مواليدها وعشت فيها وكليت من رزقها وتربيت. بس مهما كان أنا لما كنت أقول إنه أنا إماراتية أو كنت أقول أنا خليجية أو كنت أقول هذا من باب مش عشان الورقة العبور اللي أنا شايلتها معاي. السالفة ما فيها لما أقول أنا من الإمارات يعني أنا مش من الإمارات جنسية أو جنسيتي، يعني جنسيتي كورق لا الإمارات، لأن أول شيء زايد الله يرحمه شنو قال، ما في فرق الحمد لله ما بين المقيم، إحنا المقيمين أو إحنا المتجنسين قاعدين نتعامل نفس المعاملة الحمد لله بين المقيم وما بين المتجنس وما بين الإمارات يعني الأصيل، كلنا سواسية والحمد لله الحمد لله. إحنا المقيمين أو إحنا المتجنسين قاعدين نتعامل نفس المعاملة الحمد لله. طبعا محمد بن راشد في مرة نزلت الأخت بلقيس أنه يقول أتمنى أو ممنوع عندنا العنصرية، هذه أجنبية لا هذه مغربية لا هذه عراقية لا هذه مش عارفة إيش. فعدة الجناسي اللي أنتم قاعد تقولون عدة الجناسي، أنا إنسانة كيفي، ما أبي أقول جنسيتي، ما أبي أقول الورقة اللي أنا أشيلها، بس أنا دوم أقول أصلي مغربي عراقي، أصلي من المملكة المغربية، أصول من المملكة المغربية، أصول أبويا تنحدر للعراق. طيب شنو الموضوع يعني؟ مرات كنت أتريق أقول إيه ترى إني جواز فلبيني وعندي مش عارفة إيش، يا أخي لعاني فيني هذه، أنا أتريق ودي أتريق يا أخي. ودي صراحة ودي أكون مجموعة إنسان، ودي أكون من كل البلدان العربية والأوروبية ومش عارفة إيش، لأني أنا إنسانة ما عندي شيء اسمه عنصرية، أنا الكل أحبهم، كل الجناسي، كل المش عارفة إيش، كل شنو تصعب علي يعني ما ترى ما في ولا ورقة صعبة باي دوي، عرفت شلون؟ عادي أي واحد يقدر يتزوج مثلا فلان من بلد الفلان 5 سنوات مش عارفة إيش المش عارفة إيش كله شنو تصعب علي يعني ما ترى ما في ولا ورقة صعبة باي دوي، عرفت شلون؟ عادي أي واحد يقدر يتزوج مثلا فلان من بلد الفلان 5 سنوات مش عارفة إيش جنسية ومش عارفة إيش وا بس الحمد لله أنا أعتز جوازي كان سواء كنت متجنسة، سواء كان جوازي الأصلي فرنسي، سواء كان جوازي مغربي، سواء كان جوازي مش عارفة ايش، الحمد لله اني قاعدة اسافر جميع الدول بسهولة.